السلام عليكم فهاد الحصة إن شاء الله غنحاول نكملو تاع التمارين حول أعداد حول الشكل المثلثي تاع أعداد العقد ديال الفورميل أر جي بي الفورميل تريغونوميتري صوتوا لي دابا وصلنا للتمرين ثلاثة قال لك خدنا في الفيديو السابق خدنا الشمال دابا وصلنا في التمرين ثلاثة قال لك توضيح الشكل المثلثي لعدد العقاد إذا نعتبر العدد العقادي زيد يساوي زيد اللي هو كيساوي واحد زائد جدر ثلاثة على اثنان زائد واحد على جوج اي. السؤال الاول قال لك اكتب شكلا مثلثيا لعدد عقد الزيت. دابا هاد بغينا دابا سمحوا لينا راه كاين اي واحد اي دابا انا بغينا نكتبوا الشكل المثلثي اش خصنا نديروا كيف كتشوف هذا الا بغيت تكتب لي الشكل المثلثي خاص تحسب لي المعيار كي قلت لكم ولا حسبتي المعيار تاع هذا ها الجزء الصحيح الجزء التخيلي كيف كتشوف الا حسبتي المعيار راه غيجيك شويه طويل صعيب اصلا صعيب باش تحسب المعيار وطويل صعيب باش تحسب المعيار وطويل ماشي صعيب هو غيجيك طويل هاو فاش دير المعيار تاع الزيد غدير شي دير مربع واحد زائد جدر ثلاثة على جوج الكل او كاري تابقين زائد واحد على جوج او كاري المهم علينا ياك هادي متطابقة هادو غيجيك شوية طويلة المعيار هادشي علاش انا نقترح لكم واحد الطريقة سهلة هادي معروف كوس ساعة معروف كوس ساعة كلشي كيعرف كوس ساعة هادي هادي فين مضروبة في اي شنو هو داك اللي كيكون مضروب في اي واش سينيس ولا كوسينيس نرجعو للشكل المثلثي هاو ار عامل كوس تيتا زائد اي سينيس تيتا هذاك اللي كيكون مضروب في اي هو السينيس يعني علاش يعني اش كتسنج يعني كتقول مع راسك السينيس تاع هنا زاوية غتعطيني واحد على جوج السينيس تاع هنا زاوية غتعطيني واحد على جوج كتسد في الكالكول كدير السين موال زاد تاع واحد على جوج كتلقى هي بي على ستة كتقول لدينا السينيس بي على ستة كتساوي واحد على جوج و كوس بي على ستة تساوي جدر ثلاثة على جوج إذا زد اش غيولي يساوي واحد زائد كوس بي على ستة زائد إي سين بي على ستة وما درت حتى بوالو هاي هادي عوضت بالسين ديال بي على ستة هادي عوضت بكوس بي على ستة متفقين دابا واش هذا الشكل المثلثي ولا لا وبغيت تفهم حاجه بدا واش دابا هذا كيتسمى شكل مثلثي ولا لا جاوبوا لي نتوما شكل مثلثي كيتبع على ار عامل كوس تيتا زائد سينس تيتا هذا ما كيتعتبرش شكل مثلثي فالحالة غترجعوا للعلاقات اللي قريتو في السيزيام اني العلاقات تاع الحساب المثلثي اللي قريتهم في السيزيام اني المهم انا غنذكركم بهم قرينا اسيدي المهم غنلوح لكم في الديسكريبسيون قرينا اسيدي قرينا سينيس 2 ا تساوي 2 سينيس ا كوس ا وقرينا كوس 2 ا كيساوي سمحوا لي نتفكر كيساوي 2 كوس سمحوا لي نتفكر العلاقة كيساوي بلاتي كيساوي اثنان اثنان كوس او كاري تاع ا موان زد وكوس اثنان اش كيساوي عاوتاني واحد ناقص اثنان سينيس او كاري ا المهم متفقين دابا اش عندك واحد زائد كوس هاد انا على طرطب كي كاين الكوس تبو معايا دابا انت اش كتعرف كتعرف داك العدد الشكل المثلث داك العدد اللي مضروب في اي كيكون سينيس والاخر كيكون الجزء الحقيقي كيكون الكوس دابا هذا كامل باغي نردوني على الكوس ما عارفش كوس هذا زاوية الله اعلم ما عارفوش كتشوف العلاقات كيقول عندك واحد زائد كوس باغي ترد كوس في كاين هاد كوس هاد كوس كاين كتساوي جوج كوس هذا زائد ناقص واحد كتقول هادي اما غنستعمل هادي او هادي علاش لحقاش عندي واحد زائد كوس بغيت نرد كوس كتقول غنستعمل هادي اجي نجربو هادي كتقول اجي نتيستيو هادي دا
تستوي دابا غتولي كوس 2 ا كتولي واحد صفر في الطرف الاخر زائد واحد كتساوي 2 كوس وكاري تاع ا. ها يا سيدي هذا التحدي بوالو اخويا فقط تيستي هذه صفر في الطرف الاخر. واش دابا فهمتوني فادي ولا لا؟ فهمتوني دابا شوف ها واحد ها واحد كوس ها كوس متفقين ركزوا معايا دابا مزيان ها كوس هنا 2 ا ركزوا معايا ركزوا معايا تقول معايا مزيان ها واحد ها واحد ها كوس ها كوس هنا شكاين 2 ا هنا في لسه كتقول في خاطرك هاد ا هاد ا هادي شحال خاص تكون الا بغات تكون 2 ا هي في لسه الا بغات تكون 2 ا كامله هي في لسه شحال خاص تكون ا كتجاوب باش جرب شحال خاص عندي داك 2 ا كتساوي في لسه عندي هاد جوج ا كامله هي في لسه هاي لحقاش واحد كاين واحد زائد واحد زائد ما كانوش على واحد كنشوفو بداخل الكوس في عسى شوفو لما بداخل الكوس 2 ا كامل كتقول شحال خاص تكون ا الا بغات تكون جوج ا كتساوي في عسى كتقول غنحل هاد المعادله غتقول 2 ا كتساوي في عسى يعني ا كتساوي بي على 6 في جوج ضرب كيولى قسمه يعني كتساوي بي على 12 هادي باش راه تضرب ولا قسمه ا غتساوي بي على 6 على جوج هاي هادي ولات قسم ضرب ولا قسم هاد جوج على واحد كتقول اذا كتساوي بي على 6 في المقلوب يعني واحد على جوج اللي هي بي على 6 في جوج هاي شوف ا كتساوي بي على 6 هاي ا كتساوي بي على 6 ضرب ولا قسم هاي علاش هاد الشيء كتقول على واحد اذا كتساوي بي على 6 في المقلوب يعني في واحد على جوج هاي هي بي هي بي في واحد هي بي 6 في جوج 12 هاي كتقول ا خاصها تكون بي على 12 المهم صح صبور كتقول ا خاصها تكون خاصها تكون بي على 12 ا خاصها تكون بي على 12 ا خاصها تكون بي على 12 كتقول كتقول بدينا ا اش قلت لكم ا خاصها تكون بي على 12 كوس جوج بي على 12 كتساوي زائد واحد هاد زائد واحد واحد غنجيبو لهنا بحال بحال كتساوي 2 كوس او كاري تاع بي على 12 هاد جوج تساوي مع 12 تولي واحد زائد كوس بي على 6 كتساوي جوج كوس او كاري تاع بي على 12 هاي يا سيدي تافي لحد دابا راه ما كنكتب والو كتبت هادي دابا هادي هادي هاي هادي هاي راه هي يعني هي تافقي دابا كدوز السيليس كتقول السيليس فين كاين السيليس بوحدو شوف السيليس بوحدو دابا سالي دابا من هاي هاي هاد واحد زيد دابا السيليس كتقول كاين السيليس بوحدو اذا السيليس فين كاين السيليس بوحدو هاو كتقول نطبقوا هذيك العلاقه تقيد في الواسع سينيس جوج ا كتساوي جوج سينيس ا كوس ا تافي كتقول هاد ا شحال خاصها تكون بحيث 2 ا خاصها تكون في على 6 كتقارن هاد السينيس مع هاد السينيس كتقول شحال خاصها تكون ا بحيث 2 ا كامله خاصها تكون كتساوي في على 6 باش تلقى كتشوف المعادلة 2 أ كتساوي في على 6 كتقول شحال خاصها تكون أ بحيث 2 أ كتساوي في على 6 إذا كتشوف المعادلة 2 أ كتساوي في على 6 هي أ كتساوي بي على 6 بجوج كي درنا قوية كتساوي بي على 12 أ شحال خاصها تكون بي على 12 تافي بصح سبون شنو نقولو ولدينا ايضا سينس جوج بي على 12 اش كتساوي
أي لدينا أيضا. أش كتساوي دابا هادي؟ جوج سينيس بي على 12 أقلا هي بي على 12 كوس بي على 12. ها هي سيدي كتقول دابا جوج هادشي مع 12 شحال غتبقى؟ غتبقى سينيس بي على 6 كتساوي جوج سينيس بي على 12 كوس بي على 12. ها هي سيدي تشافي. دابا كتقول بصح على الاقل باش نكمل لكم هنا ركزوا معايا. كتقول دابا واحد زائد كوس بي على 6 شوفوا واحد زائد كوس بي على 6 هي واللي هي غتعوضها باش اذا الزيت غتولي تساوي جوج كوس او كاري تاع بي على 12 زائد اي كتقول سينس بي على 6 هي هادي كاملة غنعوضها جوج سينس بي على 12 كوس بي على 12 شافقين ولا لا؟ كتقول دابا باش نعمل كاين اثنان كوس اثنان كوس زد تساوي اثنان كوس بي على 12 عام باش تبقى هنا كوس بي على 12 تبقاش عندك هنا اوكاري غاتجي جوج كوس غتبقى كوس زائد اي سينيس بي على 12 هاي تشافقي سمحوا لي نتوما دابا كي كتعرفوا المعيار كنعرفوا حنا المعيار ديما كيكون موجب حسبوا في كوس بي على 12 شوفوا واش موجب ولا لا في الكالكول لا غتلقاو موجب غتقولوا لدينا 2 كوس بي على 12 اكبر من الصفر اذا الزيت يكتب على الشكل مثلث مختصر 2 كوس بي على 12 بي على 12 ها نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هذا المثال هذا. دابا السؤال الموالي قالك استنتج قيمة كوس بي على 12 استنتج قيمة كوس بي على 12 ركزوا معايا باش حنا باش نستنتجو قيمة كوس بي على 12 خاصنا نقارنو الشكل المثلثي والشكل الجبري تافه كوس بي على 12 عاود قلت لك كوس بي على 12 تافه دابا باش حنا نستنتجو قيمة كوس بي على 12 اش قلت لكم كنديرو كنقارنو سانتو نعاود نشرح لكم اش قلنا اش قلت لكم كنديرو كنقارنو بالشكل المثلثي والشكل الجبري تافه كنقارنو بين الشكل المثلثي والشكل الجبري تافه بصح دابا الصبوره باش نقول لكم كادو تنسنجو بصح لكم دابا الصبوره نقول لكم كادو تنسنجو لكن يش طريقات باش تستنتجو انا نوريو لك كاين طريقات باش تحاولوا نتوما تستنتجو انا نقولهم لكم تذكروا بالزيت تساوي واحد زائد جينا ثلاثة على جوج زائد واحد على جوج انا دابا غنوريكم تذكروا كي غادي تستنتجو تصدقوا دابا الطريقة الأولى اش كتشوف المعيار الطريقة الأولى ما غتقارنش الشكل المثلث والشكل الجبري الطريقة الأولى غتقارن المعيار غتقول المعيار شنو غادي تقول غتقول لدينا المعيار تاع زيد يساوي 2 كوس بي سير 12 هاي هو المعيار تاع زيد يساوي غاستين 1 بلوس غاستين 3 سير 2 لو تو كاري بلوس 1 سير 2 لو تو كاري تافقي
اجي نشرب كجو شحال كتساوي كتكون مع راسك اجي نشتغل كتساوي واحد اوكاري واحد متطابق هذا واحد اوكاري واحد زائد جوج في واحد جدا ثلاثة على جوج هاي بحال اللي كتقول جوج ابي تابي زائد جدر ثلاثة على جوج ميتو اوكاري راه كلشي حافظتيكم هاد المتطابقة لهنا راه كاين بطبيعة الحال هنا كاين جدر كبير وتسد هاد القوس هذا زائد واحد على ربعة اللي بقات لك دابا حليت هاد القوس وسديتو اش كتساوي جدر مربع كبير واحد جوج غتشطب مع جوج غتبقى زائد جدر ثلاثة زائد جدر ثلاثة اوكاري هي ثلاثة على ربعة حسبوا هذه في كالكاس تكون ثلاثة على ربعة زائد واحد على ربعة سمحوا لي بصح ندير هذه جدر ثلاثة تابقي لحد دابا فين تابقي اش كدير كتساوي جدر واحد زائد جدر ثلاثة ثلاثة على ربعة زائد واحد على ربعة يعني زائد أربعة على ربعة حسبوا هذه في الكالكول هي أربعة على ربعة أربعة على ربعة غتعطيكم هي واحد اش كتساوي جدر مربع اثنان زائد جدر مربع ثلاثة تافي واش عندك المعيار جوج كوسين إذا اش كتسمجي هذا ما أن هذا كامل المعيار هذا هو المعيار تاع الزيت ما أن المعيار تاع الزيت عندك هذا والمعيار تاع الزيت عندك هذا اش كتسمجي إذا اش غتسنجي اثنان كوس بي سير دوز تيكال غاسين دو دو بلوس غاسين دو طرو سمحوا لي هاي هذا كيساوي هذا حقاش عندك نفس المعيار تافقي درت حتى بوال هاد الضرب اش كيولي قسمه كوس بي على 12 يساوي جدر جوج زائد جدر ثلاثة على جوج هاو عقلوا لها القيمة اللي سجلنا هذه الطريقة الأول تعقل هذه الطريقة الأول تعقل دابا سمحوا لي نمسح السبورة باش نوريكم طريقة أخرى الطريقة الأخرى شنو غادي نقول؟ غادي نقول غنقارن الشكل المثلثي مع الشكل الجبري أش غتكون لدينا الشكل المثلثي كي كتكتب اثنان كوس بي على 12 عامل كوس بي على 12 سمحوا لي زائد اي سينيس على 12 كنقول غنشرب هذا غتولي اثنان كوس بي على 12 اوكاري يعني اثنان كوس اوكاري زائد اثنان اي اثنان كوس بي على 12 سينيس بي على 12 بدل الحد بول فقط ترتب هيك هادي هي الزيت دابا اجي نقارنو هاد الزيت هادي مع الزيت اللي عندنا اصلي هاد الزيت مع الزيت الاصلي شنو غنلقاو غنلقاو بلي الشكل 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 يصلح حقيقة عقل على دين عقاديين متساويين اذا كان الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي هنا في الاول هنا الجزء الحقيقي هاو اثنان كوس او كاري بي سير دوز في الاول الجزء الحقيقي هو هذا هو واحد زائد جدر ثلاثة على اثنان هاو يعني اثنان كوس او كاري بي سير دوز تتوحد من المقامات عاد ديك الساعة نقسمو على جوج مقام واحد هو جوج زائد جدر ثلاثة على جوج أو مقام واحد وجوج الضرب أش كيولي قسمة
او كوس او كاري تاع بي سير 12 هاي اش يساوي؟ طبعا كحال بحال كتجبد جوج من الضربة في جوج هي اربعة جوج زائد جدا مربع تلاتة ناشر عليكم على شنو غتولي جوج زائد جدا مربع تلاتة على جوج هاي على جوج بحال كنت الضرب ها هو ولا قسمة ها هو الضرب ها هو ولا قسمة ولا هنا على جوج بحال قلت هي اللي بقات هي هي وهذه بقات في المقام هنا شتولي تساوي جوج زائد جدا مربع تلاتة على جوج فاش واحد على جوج في المقلوب تاع عادي المقلوب تاع هادي بحال قلت لك كاين جوج على واحد المقلوب تاع عادي هي واحد على جوج واحد على جوج اللي هي جوج هي اربعة هادي في هادي هي هادي متفقين ولا لا متفقين دابا نكمل لكم بصح الصبر باش نكمل لكم دابا غتحيدو الاوكار بغيت تحيدو الاوكار اش غدخل الراسينيو كامل غتولي كوس بي سير 12 est égal racine 2 plus racine 3 sur 4 هادي شحال هادي شحال غتولي هي الراسين تاع جوج زائد جدر 3 على جدر 4 بحال جوج جدر فككتي طلعتي الفوق وكفتي لتحت عندك جدر على بي جدر على جدر جدر باش شحال هي جدر هاي وهادي شحال هاي اش كتسنج هاد الطريقة هادي هي نفس نفس الطريقة الأول دابا سنتش ليكم قيمة الكوس بي على 12 بجوج طريقات أول طريقة بالمليار تاني طريقة بالمقارنة الجزء الحقيقي مع الجزء التخيلي أنا غنضيف ليكم سؤال من عندي غنضيف ليكم سؤال من عندي بالنسبة لنا قيمة الكوس غنضيف ليكم سؤال من عندي غنقول ليكم سنتجو لي تا قيمة السين سنتجو لي تا قيمة السين يلا سنتجوها لي كي غديرو غديروها جزء التخيلي كيساوي جزء التخيلي يعني اثنان كوس بي سير دوز سينيس بي سير دوز كيساوي واحد على جوج دابا كتقول كوس بي على 12 هاو نعوضو غتولي اثنان فاش جدر مربع اثنان زائد جدر مربع ثلاثة على اثنان سينيس بي سير دوز كتساوي واحد على جوج اثنان كتبقى غتختزل مع اثنان غتبقى جدر كبير جوج زائد جدر ثلاثة سينيس بي سير دوز اتقال واحد على جوج متفقين دابا دابا اسمحوا لي بمساحة الصبور باش نكمل لكم هنا مساحة هذا الشكل المتاتي باش نكمل لكم هنا صافي هادي كتقول دابا انت باغي السينيس يعني السينيس تاع بي سير دوز اش يساوي واحد على جوج هادي كتهبط في المقام جدر مربع جوج زائد جدر مربع ثلاثة كاين اللي مغيفهمنيش هنا هادي راه هي واحد على جوج على جوج زائد جدر ثلاثة طبيعي الحال كاين جدر هادي هاهي هبطت لتحت المقام اش كتساوي واحد على جوج فاش في المقلوب تعالي المقلوب التعادي هي واحد على هاد يعني في واحد على جدر مربع اثنان زائد جدر مربع تلاتة هاي متفقين هي متفقين دابا غادي نمسح الصبور باش نكمل لكم هادي هادي كاين اللي غيكون غنضرب 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 هنا في جيرو غنضرب هنا في جيرو نفسه ونطلعو الفوق غتولي كتساوي واحد على جوج على جوج زائد جدر مربع تلاتة جدار مربع جوج زائد جدار مربع ثلاثة وغادي نشرب جوج غتولي تساوي أربعة زائد جوج جدار مربع ثلاثة جدار مربع جوج زائد جدار مربع ثلاثة هاو متفقين